أخرى انتظار رحلة بحثنا محمد رجا فرحات. قبل ما ندخلوا نحكيوا سياسة وثقافة ثقافة الجمهورية أوجه رجا فرحات الحقيقة من الناس اللي نفرح برشا انهم يكونوا ضيوفي والحوار معاهم شيق. قلت له سي رجا تحب وحدك ولا معك شكون؟ قال لي لا نحب معايا امراه، دونك اخترنا ألفة يوسف اللي تنجم تكون موجوده بحثنا لهنا في البلاتو. وهو بيدو زاد من الناس اللي يحب برشا ألفة يوسف، معناتها اليوم فماش البوليميك نتاع العرك والمعروك مالوريزمو. سي رجا شو احوالك؟ صافا والله الحمد لله، جينا من الحمامات. اي مرحبا بك. ثم ناقصين شويه سانس ثم حاله. اي تمام، محطه مكسره، محطه تخدم، محطه ما تخدمش الى اخره، وكلهم علامات عالميه. شنو معناتها ما لقيتش سانس؟ ليه مش ما لقيتش؟ تم محطات ديكيوسك هذا جعبه مكسره والاخر غايب والاخر يندرى شنو. عن حكايه مع الجعب ولات في تونس؟ حكايه مع الجعب. حاب نعطيك السيناريو صحيح من توا. نعطيك السيناريو صحيح من توا. تو فما تحضير لزياده ذكيه في الليسانس. سمعتوا بيه الليسانس الرفيع الجديد اللي اغلى من الليسانس العادي ب 2100، ايش باش يعملوا؟ باش يقطعوا القديم اللي هو بالسوم اللي زادوا فيه. كي الحليب تقول انت. وباش يولي ما موجود كان الاخر، واوتوماتيكمون تولي تصب بالسوم الجديد من غير ما يزيدوك ومن غير ما يعلنوا الزياده. هذه هي ظهر السيناريو واضح. دونك يبداوا بها السيتيرنا فارغه هاو كذا هاو ما لقيناش هاو شنو وشري هذايا اللي لاباس عليه. الاقتصاد الليبرالي. الاقتصاد الليبرالي. بعد شوية رجعنا نحكيو على الجمهوريه. ايوه الفاسد كجا ليبرالي رانا سلكناه. قبل جوست جوهر اف ام، انت زاد من بنات جوهر اف ام. ومن الناس اللي جيت من الاول لجوهر اف ام، دونك اليوم عيد ميلاد نعطيك كلمه في الاطار هذايا. جوهر اف ام من نذكر عليها مليح وقت اللي تعملت في 2005، وبشويه بشويه الدرجات اللي اكتسبتها والمستمعين اللي اكتسبتهم وما نعرفهمش بصبر الاراء اللي ولوا فيهم وعليهم صبر الاراء، ما نعرفهم بالناس البسطاء اللي وقفوني في الشارع اللي يسمعوا جوهر اف ام. ويظهر لي اكبر مكسب لاي وسيله اعلاميه مهما تكون هو لعدد الناس اللي يسمعوا فيها، سواء نقدوا ولا قيموا ولا عدلوا ولا حبوا. في كل الاحوال هالالتفاف حول الاذاعه هذه اللي ما عادش اذاعه فتيه، قبل كنا نقول اذاعه الفتيه، الاذاعه الفارضه روحها اليوم توا واللي تجاوزت جهه الساحل باش تشمل تونس الكل. اعتقد انه هذا اكبر نجاح للاذاعه هذه اللي يلزمها ديما تحاول، وهذا اللي قاعد تعمل فيه تطور روحها وتوصل اكثر ما يمكن وباعمق ما يمكن للمستمع. رجاء عيد ميلاد تعترف ما تطلبوش مني الموضوعيه في الكوره. راني ايتواليست في الاذاعه، راهي جوهريست. ايه في الكوره ايتواليست قلت لك. انت زاد ايتواليست. لا هي انت انا مانيش مسوسه. كنجي مسوسه اي بالطبيعه. اي ما ميساش خلينا نعرفوا اليوم لاول مره شنو الفريق نتاعك. مش اسمه ثم انت والعائله. انا اشتر العائله مكشخه اسبيرونتيست، واشتر العائله الاخرى وانت في العمران واحد النادي الافريقي. اللي تربح اللي تربح تهز العلم معاه. ما اخترتش. اليوم عيد ميلاد 13 سنه الجوهر اف ام. مبروك. كان ثم فراغ كبير، مع انه مش فراغ، كان ثم المنافس الرسمي الحكومي اللي هو الاذاعه الوطنيه والمنستير، الاذاعه الجهويه نتاع المنستير. لكن بلات فراغ باش بالاسلوب، بلات فراغ بلغه اخرى، بلات فراغ بحريه تعبير جديده ما كانتش موجوده برشا، وخاصه بحريه اجتماعيه تخاطب هذا المجتمع، تخاطب شرائح. ما نحبش كلمه شرائح داير وطبقات واصناف، لا تخاطب جميع الوان المجتمع هذا، نساء ورجالا، ريفيين وحضريين، وجميع انحاء الساحل، الساحل التونسي اللي هو معناها عباره على تونس مصغره، ما يعرفوش الناس راه، ما يعرفوش اللي المنافسه بين سوسه والمهديه والمستير منافسه تاريخيه وحضاريه كبيره. فهمني؟ مع انه القراوه بصفه عامه اللي يسمعوا فينا يقول لك اهلا بساحل القيروان. تقول له نعم؟ قال لي ساحل القيروان سوسه شنية والمهديه شنية والمستير شنية؟ ما هو ساحل القيروان ولا لا؟ هو يظهر لي توا ولينا ساحل الناس الكل، مرحبا بالناس الكل. تقريبا كي تعمل دوره في سوسه ما عادش تلقى اللي من سوسه، تلقى تونس الجمهوريه الكل، دونك احنا ولينا ساحل الجمهوريه. مش كان جمهوريه كا هو تلقى شقان الليبيين بالطبيعه، هذاك متفاهمين متفاهمين اكيد اكيد. اما نحكي على التوانسه تبارك الله الناس الكل موجودين لهذا العقليه اللي قاعدين يقولوا فيها البعض المؤلمه. لا متاع... فما شكون يلعب عليها؟ لا متاع مش معقول. انا هذا شيء مؤسف جدا راهو في ساعات حتى في اعلى مستوى ولا ما عادش ثم راهو اللي يحوس هك تحكي مع الناس تو تشوف الناس الكل موجودين في الجهه هذه. اللي يقراوا الكتب
نتاع التاريخ والحضارة التونسية ما عادش عندهم عقلية هذا. أقرأوا شوية كتب أقرأوا تلقى يحيى بن عمر صاحب القانون التجاري هاو في سوسة وهو كان غادي في فيرة الجامعة الكبير والربا. يلقى القاضي أسد بن الفرات من أين قاد الأسطول لغزوة صقلية الكبرى هي. لكن هو قاضي قيروان. قال الأمير الأغلبي قال له اذهب فأنت أمير وقاض. فقال أوصيكم بالعلم. اقرا تاريخ وتفهم شنو هي سوسه شنو هي. باش نختم بسرعه هذا الشيء الله ولا لا. سيدي بوراوي من الحاجات اللي تروى عليه هو انه قال البلاد هذه دعاء ان تكون مفتوحه للناس الكل وظن ربي يستجيب الدعاء. هكا مفتوحه على سيسيليا مفتوحه على مالطا مفتوحه على كل انحاء المتوسط. واضح. باه بعد شوي نحكيوا على الجمهوريه. ما قبل عندنا مواطن اصر انه يكون موجود معنا بالتليفون. ناخذ التليفون. الو عسلامة. الو عسلامة. مرحبا بك. يفضلك سي زهير. تعرف عليك؟ مصطفى نتاع من سوسه. مصطفى مرحبا. ايوه يفضلك تعرف. اي سي ربي يبارك فيك سي زهير فور تو لي فور قاعد تعمل فيه معنا في مدى قاش من عامته معنا كل شيء. نحب نتوالك نسلم على مدام ألفة والسي راجية كيما نقولوها. مرحبا بك. ونقول لك كلمة بركة. ربي يفضلنا تونس. امين. وصلنا يرجع شاهد العقل للناس الكل. امين. وربي يفضلنا تونس وربي يفضلنا تونس. لكن نقول لك وربي السلام مبروك عليكم على الرسالة هذه وربي يعاونك وربي يبارك فيكم. يا رب العالمين. معناتها مصطفى قولوا لي أنت كي طلبت ستوندار لحظة مصطفى. تفضل. معناتها قالوا لي طلبت ستوندار ما عادش فيك بال. أوي أوي الأغنية تاع صوفيا صادق والمرحوم. إيه. اللي عندي شوية النعرة. نتاع وطنيه احساس وشعر البلاد هذيا ويقول تونس كي دواف اريتي اي سي سي كيما نقولها لور. ما نحبش نكمل حاجه اخرى. معناتها شنو يبكيك اليوم على تونس كي تسمع غنايه كيما احب البلاد؟ انا تونس سيراجي ولا مدام الفه تعرف انا تو ما قلتش الساحل كيما نقولها سوسه. ايه عجبك حال سوسه تو انت؟ اون ديري فما سياسة ممنهج على سوسه. تو ابرك شويه يقول الاشهر هذوما ولكن سوسه من 7 سنين عاد سوسه راهو في كل شيء. ما نعرفش اللي هو اللي فيه يفهم كيما نقول ما نحبش عقلت اللي هو نهار فرحه وكل شيء. زينه من المشاكل زينه واحد وكل شيء ولكن الشر نتمناو السياسيين نتاعنا اللي هما عندهم كان كلمه عندهم كيما نقول ان سارتان بوفوار كيلكونك يرجعوا شاهد العقل باش يقفوا لتونس كما قال السيد الوزير الاول مال شيف دو غوفرنمون فهمت. وديما نحب نحط الامور في نطاق راي. الكلمه ماخوذه من شكري بالعيد الشهيد الله يرحمه. يا سيدي يرحمه. لانه اول ما قال ربي يرحم الحاج ابراهيمي ما ننساوش اليوم الحاج ابراهيمي الله يرحمه كما اليوم الله يرحمه ما ننساوش. كنا اليوم النهار كما قال فرحه وكل شيء ماذا بنفحوا لتونس كما قالوها ونفحوا الجمهوريه كما قال سي راجي كما قالها واحد كل شيء فهمت. أرديتي سمح لي في كلمة لوغ سيرك. بارك الله فيكم وإن شاء الله مبروك عليكم. واضح. عنا طول عمرك ربي يبارك فيكم. واضح. شكرا لك يا مصطفى بارك الله فيك وشكرا على الوفاء لجوهر اف ام ولا الحب نتاع الوطنية. بعد شوية راجعين. اسكو الوطنية تتقرى والوطنية عندها شروط والا لا؟ اليوم نشوف انه فما ناس يقول لك هالبلاد ما عندها ما عطاتنيش مش نعطيها. فما ناس اليوم مالوريزمون يتجرى حتى في وسائل الاعلام واعلنها صراحة يقول لك نحب نتنازل على الجنسية التونسية. فما ناس اليوم حارقة. فما ناس اليوم مشات تتجاهد بين قوسين وبين ظفرين لانها مشات تعمل في ارهاب. فما ناس اليوم مالوريزمون معناتها دمرت روحها لانها فقط مش مستعده باش تحبها الجمهوريه. عندنا ناقوس نتاع تليفون. هذه سوربريز العيد ميلاد نتاع الجوره وعيد الجمهوريه من بوليتيكا شري هز صاحب التليفون اللي قاعد ينقز عنده في الديريكت وهو في بالوش باش تعدى في الديريكت معنا. لا ميساجري فوكال دو فوتر كوريسبوندون. ميساج نعاودوا بعد شويه التليفون هذايا ما يسالش. معناتها لو كان نحبوا نحكيوا اليوم منين بنجموا نبداو نحكيوا؟ انا نحب نبدا مع رجاء فرحات من منطلق اعلان ميلاد الجمهوريه لو كان تسمح سي رجاء فرحات. اش معناها اعلان نظام الجمهوريه في تونس 25 جويليا؟ من الشياب احنا برشا معناها باش نعرفوا الحيثيات نتاع نهار 25 جويليا لكن قعدنا نجدوا في الكبار نتاع البلاد. مش حتى حد ينجم يستغنى على الكبار نتاع البلاد. مازال ربي يطول في اعمارهم مازال سي دريس جيجا مازال حي. اي كان كاتب عام للمجلس القومي التاسيسي مش مدير امن كما يقولوا البعض. ثم سي مصطفى الفيلالي ربي يطول في عمره مازال شاد روحه.
وبعض الناس اللي في التسعينات معناها اللي ما زالوا ثم سي البيجي قيد السمسي بالطبيعة ينتمي لك الجيل هذاك وعاشك الأحداث هذيك يوما بيوم وساعة بساعة. الشيء اللي وقع راهو شيء كبير ياسر لأنها عركة طويلة وعريضة اللي بدأت من القرن التاسع عشر. أي. من القرن التاسع عشر الحداثيين نقولوا اللي يحبوا يرتاحوا من البيات بصراحة ما كانش واحد بعقله راضي بأن يكون من رعية السادق بي. السادق بي ملك فاسد يسمى ملك فاسد، فاسد من كل النواحي من كل النواحي، أفسد في البلاد، أفسد في البلاد وفي العباد. أي. معناها شوف المؤرخ الكبير الأستاذ الدقي نور الدين الدقي اللي خرج كتاب هام مهم جدا على بيات تونس، خاصة اهتم فيه بالناحية الجبائية والاقتصادية المالية كيفاش كانوا يتصرفوا مع الناس. توا هاول نتكلموا مع كبار السواحلية مثلا، نتكلموا على الساحل وقت طابت المحلة نتاع البي باش تجي تلم الضرائب وتلم الخراج، اللي ما يعطيش الذهب نتاع مرته والفضة نتاع مرته يربطوه بالحديد في الزيتون يا ناس، يرميوا له سلسلة ويسكروها ويسكروها بالمفاتح ويحطوه تحت تحت الزيتون غادي لا ماكله لا شراب حتى يجيب الذهب والفضه نتاع امه ولا نتاع مرته. هذه هي كان حكم حكم وحشي حكم همجي، هات الفلوس والفلوس يلموا في الفلوس من عند الناس باش يستثراوا هما مش باش يخدموا البلاد، مش بركه هما لا. وقت تشوف الثلاثه فضايح الكبرى اللي وقعت وقتها، الفضيحه نتاع بن عياد اللي مشى شرى قصر في باريس ولا فرنساوي وعمل شاتو وعرس بفرنساويه والتو مازال لو بالي بن عياد في باريس، تما تشوف شمامه شكلي زاد وزير الماليه وهو يهودي تونسي، معناها حتى هو حاف الميزانيه نتاع تونس. ثم عندك العظيم الكبير الاستاذ خزندار نسيب الجنرال خير الدين حتى هو قلق قلق من صدق بي ومن محاشاكم الركيكه نتاعو، هز حتى هو ميزانيه الدوله كما تقول انت توا سيوس الشاهد يضرب في راسه على الحين على هال على هال 15 مليار دينار هال 24 مليار دينار ميزانيه الدوله الكل نتاع السنه الجاريه هذيك كلها لمها في صندوق حطها في فلوكه وطلع المرسيليا وخلى اهل البلا في البلا. رساتر صدق بي شو يعمل؟ يتسلف يتسلف من الكون من البارون دير لونجي، شفتوا مركز الفنون والموسيقى المتوسطية في حسين بوسعيد، البارون دير لونجي بوه كان بنكاجي كبير ألماني وأنجليزي باش يلم، بحيث هذه هي الظروف اللي تخلقت فيها نوع من الحساسية تجاه الأسرة الحسينية. وبربي يا سيراجا سامحني حتى قسيت عليك باش نعطيك الكلمة، الناس نشيخ كي نبدا نسمع فيك نشيخ. شوف سبحان الله بعد ايش و60 سنة وأكثر حتى من 60 سنة التاريخ يعود نفسه، تحكي على حفان حفان الميزانية بطريقة أخرى موجود، الفلوس اللي قعدت في البلاد في 2011 اللي وقع الحفان نتاعها وهزانها، الجباية مصلي على النبي صحيح مش ربطوا فيهم في الزيتون، أما الجباية توا والفيسكو والناس اللي تدفع وأربع كعبات اللي المعاش لاحقة باش تسامحوني مش نتكلم قلبي مفلوق، العباد قالوا لي تكلم ما كانش ما تمشيش، وعدتهم مش نتكلم. فرحانين بالجمهورية صحيح، أما مش الجمهورية الهدف، الهدف جمهورية نظيفة، جمهورية وطنية، جمهورية ديمقراطية، جمهورية تحترم أهلها، خاطر جمهورية البنان جمهورية فاسدة، أن نفضل عليها وقت عاد ملكية كما في إسبانيا ولا كما في بريطانيا. سامحني معناه البروبليم لازمنا نفهموا الجمهورية مش هدف في ذاتها، لازمنا نعملوا جمهورية نظيفة. سبا نورمال بعد 61 سنة يا ربي رجعنا لتالي، يا ليتنا قعدنا كما كنا، وانت تعرف سي رجال اكبر من شويه مملكه الدنمارك نظيفه جوستومون مملكه هي جوستومون فوالا مملكه لكن يعني لكن الاشكاليه مش نظام الحكم بقدر ما هي عقليه العقل الجمهوريه عندها عقليه وراها جمهوريه مش كلام راه كما الانتقال الديمقراطي مش كلام فدوا مش شعارات يزينا مش شعارات يا اخوي نحب الراء انا الجمهوريه في حياتي اليوميه جوستومون هاني يعني جايك فما اليوم فكره اخرى ميلاد جمهوريه ثالثه قلقوا من الجمهوريه الثانيه وقت اللي احنا على ابواب الجمهوريه الثانيه مازال ما عملناش سبع سنين نرجع لك الفه شنو رايك في الموضوع هذا ما خلينا نبقاو في ميلاد الجمهوريه في حد ذاتها من نظام ملكي تعدينا النظام الجمهوري. هل هالشيء هذا الكل تكونت فيه النخبه المثقفه نتاع تونس. ايه. كان ثم اجماع على النظام هذا؟ لا مش اجماع، عمره ما كان ثم اجماع، لا على مجله الاحوال الشخصيه اللي نساء كانوا ضدها. ايه. ما قالوا البورقيبه قالوا له السيد الرئيس نعملوا استفتاء. قال مستفتاء؟ نخسروه الاستفتاء. نخسروه ب 90% الاستفتاء على مجله الاحوال الشخصيه. الفو ليبيري لا فام ماتنو. سينو سا سرا امبوسيبل دوما يلزم توا ال 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 القرارات التاريخيه الكبرى في تاريخ الانسانيه مش نتكلم على تونس بركه الجمهوريه في فرنسا بعد الثوره الفرنسويه بعد ما قصوا راس الملك لويس السادس عشر في البلاس دو لا كونكورد قصوا له راسه
غسلوا له راسه باش يبينوا اللي ما ثماش رجعه. يلزم لا عوده الى الملكيه. وبعد شدوا مرته زاد ماري انتوانيت قصوا لها راسها هذيك وجميع الارستقراطيه الكل مشات فيه. حتى السيد اللي عمل لها العمليه مش الاقصائيه العمليه الاجتثاثيه روبسبيير حتى هو تعدل المقصله تعدل الجيوتين طلعوه حتى هو للجيوتين باش يرتاحوا منه. لكن المهم انه النقاش والجدل دام سنوات مع الفلاسفه الكبار لو سيكل دي لوميير شكون ديدرو مونتيسكيو وفولتير وروسو كلهم كلهم كيلي لو ميير غوفرنمون دي زون. كيف نحكم البشر كيف يتحكم البشر في مصيرهم بصفه عادله عادل. ومثاليه 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 كانت من بين المثاليه هي التخلص من مصاصي الدماء اللي هما مبعوثين من السلطه الملكيه باش يمصوا دم الفلاح والنجار والتاجر الى اخره. بالنسبه لنا احنا هنا النقاش بدا مع النخبه المثقفه نتاعنا اللي خارجه اساسا من الصادقيه مع احترامنا لجامع زيتونه، لكن الصادقيين الكلهم شربوا من معين الثوره الفرنسيه ليبرتي ايجاليتي فراترنيتي. جمهوريين الكل اللي خرجوا منهم تبدا من الحبيب بورقيبه لكل اعضاء الحكومه نتاع الاستقلال الاولى الكلهم بدون حيف ولا خوف، معناها الكلهم جاوا متشبعين بالافكار هذيك. ثم الاستاذ صالح بن يوسف كان يتميز موقف لانه كان عنده صراع كبير مع الحبيب بورقيبه كما يعلم الجميع. وكان من ضمن الناس المؤيدين للملكيه الدستوريه. نحتفظوا بالملك محمد الامين بي ونعملوا له دستور يحكم ونعملوا له حواجز دستوريه حتى تكون دوله ملكيه دستوريه على الشكل البريطاني. حتى الشيخ عبد الله الثعلبي كان معاها كان يدعو الى الملكيه الدستوريه البريطانيه على الشكل البريطاني صحيح. بحيث هذه من جمله الخلافات الموجوده. بالطبيعه الاغلبيه اللي جات في يعني عام 55 بعد ما روح بورقيبه في اليوم عيد النصر وكذا تلمت في مؤتمر صفاقس سنسيناه تلم في نوفمبر 55 وجاوا 3000 مندوب على الدستوريين والوطنيين. وشكون معاهم؟ الاتحاد العام التونسي للشغل نتاع المرحوم فرحات حشاد واللي كان يقوده وقتها احمد بن صالح ابن المكنين البار. احمد بن صالح كان منضوي تحت رايه الدعوة إلى الجمهورية، الدعوة إلى الدولة الحديثة، مع أنه كان قريب مقرب من المنصب بي. هو اللي كان الكاتب المقرب للمنصبي، مات بحذاه معناها في بو عام 48. لكن احمد بن صالح والاتحاد العام تونسي للشغل كانوا من الشق الحداثي ومشاو مع بورقيبه لنظام الجمهوريه ومشينا للانتخابات الاولى الحره في تاريخ الشعب التونسي نهار 25 مارس 56 باش ننتخبوا المجلس القومي التاسيسي كما كان يدعى كذلك. وشكون اخذ الاغلبيه؟ الحزب الدستوري والاتحاد العام تونسي للشغل. معناها وقعد الحزب الشيوعي على شيره لانه كان عنده موقف خايب من منصبي فدفع ثمنه. ثم الاحزاب الاخرى الحزب الغرنوتي معناها الحزب الدستوري القديم الى اخره اللي كان مع الملكيه الدستوريه خذات الاغلبيه جمهوريه. فاذا طاب الفطور على الجمهوريه. والحبيب بورقيبه يقود في حمله بعد ما خذا الحكومه في المجلس القومي التأسيسي خلال الحكومة في أفريل 56 وقعد يعمل فك الإصلاحات الزلزالية نسميها لريفورم سيسميك. ما يقفش كل شهر يخرج بقرار جيش استثنائي إنشاء الجيش إنشاء الأمن حل الأحباس ثم معناها تقريبا ربع الأراضي التونسية محبسة معقولة بالأحباس هذه. ثم دخل لتوحيد القضاء مع أحمد المستيري. أحمد المستيري هو اللي كان الأداة الأولى. أحمد المستيري يختاره اختيار مش بريء على خاطر يكون من عائلة المشايخ الكبار متاع جامع الزيتونة دار جعيت ودار كذا الكل يكونوا فكان بين هذا وهذا. توحيد القضاء نحاو القضاء اليهودي نحاول القضاء الشرعي والقضاء الفرنساوي ولا عنا عدالة تونسية ثم توحيد التعليم. توحيد التعليم قام به إنسان فاضل وزيتوني كبير اسمه الأستاذ لمين الشابي قبل محمود المسعدي. محمود المسعدي كان عضده. توحيد التعليم نحي عليه التعليم الإسرائيلي ونحي عليه التعليم الفرنسي والتعليم يلزم قاعدة فرنسا محتفظة تعليم واحد تعليم واحد به مش قاعد مجلة الأحوال الشخصية هذيك دهم فيها الحبيب بورقيبه بيطم طميمه على الحزب المحافظ الاول والاخير اللي هو
المشايخ متاع جامعة زيتونة المعمور. مشايخ محترمين على رأسهم الشيخ طاهر بن عاشور الأستاذ الموسوعة صاحب التحرير والتنوير، والشيخ جعيت، والشيخ بن مراد اللي كان ضد الطاهر الحداد الحداد وعلى امرأة الحداد متاعه هو وكذا، وكانوا معارضين. وهذا شيء مركز الأبحاث حول المرأة ألفة عمل خدمة كبيرة عم ناول، وخرجوا الوثائق الكل نجموا تقراوهم. راه أنا دائما وقت يجي يحتدم الجدل نقول لهم اقراوا اقراوا على الاقل اقراوا المقالات اللي خرجت على اسمه المجلس العلمي. المجلس العلمي نتاع جامعة الزيتونة خرج قرار هذا هذا ما هذا حل حرم ما حلل الله. هذيك الحكايه نفس العباره اللي استعملوا فيها نفس العباره تو ضد ضد الوثيقه نتاع الحريات والمساواه نفس الشيء نفس الشيء ألف نفس الشيء لا نعرف والله كلمه كلمه هذا حرم ما حلله ولا حلل ما حرمه حلل ما حلل لا حرم ما حلله الله اللي معناها حلل الله حرم ثلاثه ورباعا. نرجعوا دائما نفس هي نفس نفس العبارات اللي خرجت الطاهر الحداد مسكين. طاهر الحداد يدور يبصق عليه في الشارع سيدي حاشا السامعين كريمون في الشوارع وطردوه من خدمته كعدل اشهاد وراجل مثقف اكثر منهم اكثر من مشايخ زيتون. واحده فهمتني سي رجاء اون افونس با اون تورن اون بوكل هذه المصيبه نفس العبارات قاعدين نوخروا ونعاودوا في نفس هذا سي امبورتون اللي تقول فيه ننتجوا في نفس النتائج مانيش قاعدين نقدموا كي راه بلاد كي سنغافوره اللي بعدنا كيش ولات اون افونس با. هالدوران هذا لولا بيلزم يجي وقت ونمشيو لقدام. عرفت كيما كل ليكيب اللي تدور بالجول تدور تدور تعطي في باس تدور يلزم تضرب للداخل في الجول. وهذه المشكله في تونس اليوم خاطر نتكلم شعارات شايفين جمهوريه جمهوريه الزلزال. الزلزال هو الجمهوريه نقطعوا مع المالكيه نقطعوا مع ما تكفيش وحدها نقطعوا مع الظلم والحيف في تعرف طبقات المجتمع. راهو هذاك افاقي ما يدخلش مع زيتونه هذاك قعر جاي من سليانه ولا جاي من اولاد عون ولا من فراشيش ولا من همامه ولا من السواسي نتاع الساحل ما يدخلش ما يدخلش ما يدخلش تو تتقال ضمنيا تو تتقال ضمنيا بطريقه اخرى هذاك بلدي ندخلوه للبلاصه هذيك ونحطوه في المركز كذا يكون مني وذاك ساحلي لو حلينا من السواحليه تو من المشاكل نتاعهم ورا البلاي كما قال سي زهير ورا البلاي ما تبدل شيء الشعب كامل ورا البلاي اون با شونجي ما تبدل شيء هذيك العقليه هذيك العقليه واضح. بعد شويه راجعين نكملوا معاكم ان شاء الله هالحوار الشيخ. بعد شويه زاد باش يكونوا معنا بالتليفون السيده سلمى بكر ايضا الدريدي. بعد شوية ناخذ تليفونات شوية مواطنين ما زاد أصواتكم كما سجلتوا على 73 24 23 29 100 100. نسمعوا جست بعد الأخبار نعطيوا الكلمة للبنى الأخبار وراجعين هذه بوليتيكا سبيسيال عيد جمهورية مدي ساعة متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين. ذكر لي بحثنا سيدة ألفة يوسف بحثنا أيضا سيد رجاء فرحات. نحكيوا على الجمهورية وميلاد الجمهورية نحكيوا على حب الوطن بشروط وأيضا ماذا فعلنا من أجل الجمهورية اليوم. هل فعلا نعيش تحقيق الجمهورية الثانية أم نحن في صراع مع الجمهورية الأولى وناس بدأت تنادي بالجمهورية الثالثة. هل وقيت فعلا انه صحي شكر الله سعي الجمهوريه الثانيه نمشيو الى جمهوريه ثالثه كما حكيت البارح عبير موسي. اسئله بعد شويه راجعين فيها ما للتاريخ والتسلسل مهم جدا. الوجيعه اللي عنده ألفة يوسف منين معتها تقول نعشق الاستماع لحديث محمد رجب فرحات وهو يسرد التاريخ كيفاش مشيت الامور ولكن في نفس الوقت تقول ايه ومن بعد جوستومون ايه ومن بعد على خاطر راهو انا مانيش جاي لهوني باش معناها باش نحكي لكم على الكتب الفلسفيه اللي نقرا فيها. انا مرا نقعد في القهوه ونلعب كارتة ونحكي مع الناس. الناس محروقه راهو يحسوا بالناس. نعرف مش انتوما كاعلام نتكلم في السياسيين تو عملتوا جمهوريه ثوره ديمقراطيه ما زعمنا في الكلام الكبير باهي اوكي الاسماء مش اهداف في ذاتها. اللي يقرا التاريخ يعرف اللي الاسماء مش اهداف في ذات. احنا اش عملنا بهذا؟ اش وفرنا للمواطن؟ سميها جمهوريه اولى ومن بعد سميتوها جمهوريه ثانيه وشكون طلع بطلعت المجلس التاسيسي وشكون وراه وكيفاش ولا ثالثه ولا رابعه لاني با لو بروبليم. كيما في مصر تسميه انقلاب ولا تسميه ثوره نتاع اللي صار في 2013 كامبورت اليوم يعملوا في 6% نمو. انا نحب اليوم في بلادي شنية الطريقه المثلى اللي نجموا بها نفكوا من التغني بالانجازات التاريخيه اللي نحترموها الكل ونجموا نبنيو مستقبلنا. رانا قاعدين عايشين على تاريخ قديم كنا فيه خير. تي انا عندها وعظام كلمتين تو فوق الخمسين عشت لزاني 80 انا في لزاني 80 وسي رجاء في لزاني 70 كنا خير من اليوم. اخي الناس تقدم واحنا نوخروا يفوس بوزي لا كيستيون علاش؟ ما انا مش حكيت شعارات تاني نقفوا لتونس يا خويا نقفوا لتونس يلزم يكون ثم ناس اكفاء عندهم استراتيجيه عندهم هدف عندهم مخطط وبرنامج واضح. وقل لي انا معاك انا كمواطن ضحي معاك حتى رغم اللي مانيش سبب في هذا ما يلا غالب هذا الموجود يا سيدي يعني حاسب الناس اللي وصلونا لهوني وانا معاك نضحي ما وريني خريطه طريق. شو الناس تتحرك على السلطه باي تاع خمم في 2019 توا ما ذي مصايب الجمهوريه زاد اونتر اوتر مصايب الجمهوريه اللي خممنا فيها كان كغنيمه خاطر
سامحني يا سي راجل، تعرفني قداش نموت على بورقيبه يرحمه. بورقيبه كبش مسايب بن علي، كبش مسايب توا كيف كيف، فما ناس مكبشين مش حابين يسيبوا، تسيب المربوط كما يقولوا الناس، تسيب سيب، خلي السلطه تدور بسلاسه. راهو الجمهوريه معناها السلطه تدور بسلاسه ويزينا من عقليه الانقلابات. اخي بورقيبه انقلب على البين، نحب ولا نكره، باهي ولا خايب انقلاب. كيف كيف من بعد بن علي انقلب على بورقيبه 2011، برشا ناس يقولوا لي هما انقلاب وراه انقلاب. نحبوا نبنيوا بلادنا مع بعضنا في خريطه الطريق واضحه، تبدا الامور منظمه ببرامج. نعرف روحي في 2010 في 2020 عندي في 2025 عندي، في تبدا واضحه الامور. شو الذر هذه اللي تلعب؟ مش معقول، راهو مش معقول، راهو ناس تتفرج فينا وراهو مسؤوليه 10 ملايين. وخايفه انا مش خايفه، علاش نقول هكا؟ باش تخلي الكلمه لسي راجل، ما نحبش نتكلم برشا تعرفني. خايفه لهذا الكل يهزنا الاثنيه ما فيهاش رجعه، لا تتسيب اللي نحكي نسميناها احنا مالوغوزمون ثوره تولي فوضى وتدور الناس على بعضها. خايفه من اللي صار في الارجنتين، وانت تعرف يا سي رجال اللي صار في الارجنتين، كيف الناس ولاو يدهموا على الديار ويفكوا في الماكله. هذا اللي خايفه منه. معناها يلزمنا النعاره مش لعبه، راه راهو 10 ملايين انسان كيما تقول اليوم نسمع في العباد تتكلم، العباد مشويه، العباد لا هي لاقيه مال، العباد لا هي لاقيه كيش تشري كل يوم بالدواء، حليب الدواء، معناتها ابسط اساسيات الحياه الطبيعيه. راهو مش حكايه انتم حتى الكراسي اللي تلوجوا عليهم ما عادش باش يقعدوا وقتها، كيف باش تفرقع الدنيا؟ حتى حد ما يعرف وين تمشي. ربما قعد لو جي تي تي تكلم عليها بكري سي راجل، ما كنتش نعرف اللي هي في المجلس التاسيسي الاول. ربما قعدت سلطه ناس تنقدها بيان سور، فما حتى حد فوق النقد، لكن هي الوحيده اللي ممكن الجو لو رول دو ريغولاتور، سينو ربي يستر لا تتفرقع. حتى حد ما هو قادر اليوم باش يركح تونس كانت فرقعت، هذا اللي مخوفني. مخاوف مشروعه؟ هبطتك النهار. باش نقول الفه، خاطر نحب الحديث مع الفه ونحب نحب حتى نقدها ساعه. هبطتك النهار في زياره للقطاع الخاص. مشينا زرنا مصنع للعجين الغذائي، ما نذكروش الماركة. مشينا زرنا مصدر، إنسان فلاح يصدر في الغلة لسبعين بلاد، سبعين بلاد. من شيرة بوفيشة. مشينا بعد المعمل كرتون. ايه. عمري ما انتلهيت بالكرتون. يا أخي نلقى معمل فيه تقريبا ألف خدام. الناس الكل تخدم. وتقول الجهد والمعين الله. الناس الكل تحقق في مليارات الدينارات، نتكلم على مليارات الدينارات من 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 الاعمال. المفاوضات الاجتماعيه متواصله يوميا. مانيش نقدم في شيرة جنة، لا، نقدم في الميدل كلاس نتاع تونس. نقدم في القطاع الخاص اللي عمرنا ما نتكلموا عليه، نتكلموا على الاتحاد العام التونسي للشغل، عمرنا ما نتكلموا على اتحاد الصناعه والتجاره. اتحاد الصناعه والتجاره راهو هو اللي يخلق في مواطن الشغل. يا ناس راهو النجار متاع حمام سوسة هو اللي يعطي في الشغل السبعة أولاد من عائلته، وهذيك تتسمى مؤسسة وتابعة للتكا. ما ننساوش هالتوازن في قراءة الواقع التونسي. هذه راهو التوانسة الكل في الجوع والشمنطر والعطش وما ثمش الدواء وين شنو. صحيح لشرائح كبرى من المجتمع التونسي، لولايات كبيرة في تونس، لكن ما نساوش دائما التوازن. انا باقي عندي مغروم بحاجه اسمها كالجوجل العين اللي نهبط الولايه هذه قداش فيها من ساكن. سؤال بسيط جدا راه. باهي هذه الولايات المهمشه قداش فيها من ساكن. نمشي لسيدي بوزيد، انا ما نخافش من معاكسة الافكار الرائجه. سيدي بوزيد منطقه مهمشه، صحيح؟ أكيد. لكن أول ولاية في إنتاج الخضار في تونس. وفي إنتاج الحمل العلوش، مئات الكاميونات تخرج من سيدي بوزيد كل يوم. هذا زاد ما ننكروش. علاش؟ ثورة مائية. جاءوا مهندسين وطنيين اللي خدموا غادي 20 سنه وطلعوا لنا المائده المائيه اللي تفسر. ثم ناس فلاحه لاباس عليهم في سيدي بوزيد. ما ناخذوش الواقع دائما من ناحيه واحده. اليوم في المدن ثم هاي ناخذوا سوسه، ناخذوا المهديه، هاي ناخذوا المسجد. اي بقى. هناك حواجز او خطوط، يعني حدود اجتماعيه وانسانيه واقتصاديه بين مختلف مكونات المجتمع السوسي، تهكا ولا
الاحياء الشعبيه في سوسه تعيش واقع معين، الكورنيش تعيش واقع معين اخر، هكا ولا معناها مش الناس الكل عندهم كليماتيزاسيون، مش الناس الكل عندهم كهرباء. فما السعوله، فما اللي لبس عليهم، وفما الفقراء، وفما الطبقه الوسطى قاعده سامحني، الطبقه الوسطى قاعده تدمر. قلت ما ثماش بوليميك، راهي باش تولي بوليميك حلوه. الطبقه الوسطى قاعده تدمر، راهو كي نقولوا هكا مش معناها وصلنا احنا لمرحله تو ماناش عايشين، والدليل فما اذاعه تخدم وماناش تحت القصف، متفاهمين؟ يا سيراجي معاك انا لوتيكا داكوردو، اما انا كي نحكي مع المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا يقولوا لي نتمرجوا بالإدارة التونسية من الأوراق ومن امشي ويجا درني رمى واحد خرج مقال في جريدة عالمية سوغ انترنت ما عشيتو ولا يحكي كيفاش باش يستثمروا ما نجمش. معنا احنا كي نراو النقائص اللي هي كبيره وكبيره برشا، مش معناها باش نقولوا هاي نقعدوا نندبوا حظنا، معناها يفوت تروفي سوليسيون. انت حكيت عن الناس اللي تخدم داكور، هات نخدم عن نتكلم عن الناس اللي ما تخدمش. ولا الناس اللي ما تخدمش تحب تخدم، هي تكبر تخدم ما لقاش كيفاش تخدم. فباش الناس نحبوا اكبر اكبر ديسكو يرجع لنا هي الاداره التونسيه. الاداره التونسيه مصيبه راه، وهاو نعاود لك انا قناعتي بعد ميلونس، قناعتي انه ما دمنا لم ننجح في الثوره ضد البيروقراطيه التونسيه، ضد الاداره نتاع عام ككح، ضد الموظف اللي كركر، ضد الموظف اللي ما يحبش الاورديناتور على خاطر يفضحوا الاورديناتور، ما يحبش الايميل راهو، الاداره التونسيه لا تحب ايميل، لا تحب انترنت، لا تحب تمشي للشباب، الشباب ما يخدم كم بهذاك النهار، كلهم غارقين في التليفونات نتاعهم، غارقين في التابلات نتاعهم، ويخدموا لاباس عليهم، حتى الشركات الصغرى اللي قاعده تعمل كلها مدرجه في الشبكه هذه. لكن اغلب الاداره التونسيه مع احترامي اللي جمع، احنا كلنا اداريين، كلنا موظفين، معناها الاغلبيه في داء مقيت اسمه البيروقراطية، في داء اسمه ارجع غدوة توا نشوف. وخاطر زادت تغرقت الإدارة التونسية، أي نعرف مؤسسة في وسطها 40 عساس من غير ما نذكر الأسامي في قفصة، 40 عساس أي. في مؤسسة واحدة، تحب نعطيك الاسم بعد نعطيك الاسم، اسكو سي نورمال؟ بعد يقول لك أنا 40 عساس شنو يعملوا؟ يخدموا مع بعضهم يتفاهموا اثنين والآخرين يرتاحوا، معناها يخدموا مرة في الشهر. علاش في قفصه برك؟ في جميع انحاء هذا اكزومبل نعرفه في جميع انحاء الشركات الوطنيه بحاجات تعرفها كونكريت كريمو الكلمه الكبرى موجودة. الخطوط الحمراء نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل على الشركات الوطنيه، لا تفويت في الشركات الوطنيه إيه؟ على شرط بابا ان الشركات الوطنيه ما تاكلش فلوس الشعب. انا ما تجيش تعمل لي عجز تعمل لي عجز ب 500 مليار وتقول لي تقول للشعب اي يدفع. لا بابا مش هكا، مش هذه الشركات الوطنية، الشركات الوطنية هات نتكلموا الشركات البترولية، عندنا شركة بترولية وطنية ندافعوا عليها، إيطاليا تدافع عليها، عمرها ما رضات تعطي الشركة الوطنية البترول نتاعها للشركات الأمريكية والهولندية وغيرها، علاش؟ على خاطر معتزة بها. معتزة بك الشركة هذيك، شنو تمشي للشركات الوطنية تلقاها أوسخ شركات، وتلقاها متخلفة، وتلقاها ما فيهاش ضوء، وعازة ومديونة ومديونية وكذا. علاش كنت وخرنا هذه المصيبة؟ هذه الأمراض شنو في عام 90 كنا هكا وش بينا وخرنا؟ هذا سؤال يا سي رجاء، اش بينا وخرنا؟ شكون المسؤول على التوخير؟ على خاطر ما عاد حتى حد مسؤول. اه وفات المسؤولية على خاطر تفرقعت أجهزة الدولة، ما عادش شكون مسؤول جوستومون. وألفة وفاة العقاب. انت يا استاذه ايش قولك الطلبه نتاعك الكل تقعد تقول بارك الله فيكم محلاكم مزينكم وهو واحد متخلف والاخر ردي والاخر كذا لا ما تعمليش ردي سيدي قامت ثورات بين الطلبه ضد الاساتذه على خاطر حط له ردي على خاطر حط له 9 على 20 ما حطلوش 15 على 20 راهو هذه العقليه اللي جات مع الثوره المباركه العقليه الفاسده هذه نتاع التواكل نتاع التواكل في كل المستويات من العقاب الافلات من العقاب مع الثوره الباركه سامحني ما نسميهاش الثوره المباركه نسميها الثوره الباركه خاطر بركت البلاد بالنسبه لي الافلات من العقاب يبدا من اول ناس في الحكم في 2011 وين تحكي على الشركه الوطنيه اللي فلسه انا نحكي على الشركه الوطنيه اللي اسمها الدوله التونسيه اللي فلسوها أيه. فلوس الدوله وينهم يا سيدي ما نحكيش على الباقي الكل اللي تهز شكون دخل موظفين جدد الف شكون دخل موظفين جدد شكون دخل 200,000 موظف شكون ولينا اكثر موظفين من المانيا الفيدراليه تحاسب شي تحاسبش وتجي تحكي معايا انا تقول لي كمواطن ادفع وقف لبلادك حاسب السيد هذاك مش معقول اللي صار هذايا هالسكوت على الناس اللي اخطوا واجرموا في حق الوطن هذا المصيبه راه إذا كان سكت على اللي أجرم لول ما عادش تنجم تحاسب حتى حد، وجوستومون أنا كي طالب برك نسامحوا الطلبة الكل يقول سامحوني حتى مشيتوا معايا للباب اللي كنت نتوقع نخليه الأخراني معادي معناتها لأنه هذا الوضع وهذه الوجيعة اللي عايشينها برشا ناس اليوم في البلاد ما في نهاية الأمر
باش نرجع للمساله المهمه اليوم في عيد الجمهوريه 25 جويليا 61 سنه منذ اعلان هالجمهوريه. محبه الجمهوريه ولا محبه تونس ومحبه البلاد. صغير ولد احمد قبيله غنت له صفيه صدق الله يرحمه يقول نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد صباحا مساء ويوم الاحد. ومن بعد يحكي على لو شردونا ولو دمرونا ولو 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 لعدنا غزاة لهذا البلد. يقول لعدنا غزاة لهذا البلد. احنا اليوم ولات محبه البلاد بشروط. شباب اليوم يقول لك اش باش نحب في البلاد، اش باش نحب في الجمهوريه، اش باش نحب في تونس، اش باش نحب في الدوله في وضع كيما اللي احنا عليه اليوم. هل ما تحبها كان كي تبدا لبس عليها كيف تحب كيف تبدا ثم قصه حب. هات نحب الغرام الغراميات وقصص الحب. احنا عاطفيين وقت اللي البنيه تحب ولايد تبدا تشرط عليها. ليه نعرفوا الحب حتى الان نعيش معك حتى في كوخه. الوليد يحب بنيه يلزمه يعطيها الدنيا وما فيها وما يقولش لا. هذيك هي الجمهوريه. الجمهوريه هي تونس. تونس نعطيها قد ما نجمه وشويه. اش معناها؟ نخدم خدمتي على قاعده ما نكربلش ما نكركرش ما نلوحش الزبله في الشارع. تقول علي عايش في الدار في دوله والشارع هذاك دوله خارجيه دوله اخرى فهمتني؟ ما نخليش السباب المحلوله في الصيف والماء ناقص. احنا بلاد سمي اريد مصر دولة. احنا بلاد ناقصة شتاء معروفة من قديم الزمان. الرومان يبنيوا في السدود والعرب بنيوا السدود ولا وش اسمه والحناية وما الحناية معناها الناس كل اقتصاد في الماء. نجي احنا على خاطر تم سبالة نشرشر خليها تشرشر نخلي الضوء يشعل الضوء الكل هذاك الكل مازوط والضوء الكل بحيث المواطنة اسهل مما يتصور. ما قلنا لكش كون بطل كون بطل اسطوري لا ثوري ولا اسطوره ولا أسطوري. كون مواطن. تونس دارك. تونس هي دارك بجاه ربي. اللي تعملوا في دارك اعملوا في تونس. اللي تعملوا في دارك اعملوا في تونس. اعملوا في شطوط تونس. اعملوا في شطوط في البحورات. فهمني باقي عندك بربي ساشيه هكا حتى في الكرهبه ما يسالش راهو مش حرام. هي نحب برشا راس الجبل كنا نتكلموا عليها على الشط نتاع راس الجبل. نحترم ياسر هكا الناس اللي يجيو من باجر او يجيو من بعيد خاطر شاهين البحر شاهين باش يتبحبحوا بدلاعه وطرف مقرونه ما مش اكثر ولا اقل ولا هم الحق في ذلك. الارض ارضهم والبحر بحرها. اما اجا دائما بساشي بلاستيك في يدك باش تلم فيها كل شيء الكل وتمشي لتركينا وان شاء الله البلديه نتاع غادي نتاع راس الجبل تحط البتاتي حطوا البتاتي حطوا المعاجن باش الناس المشكل ابعد من غادي معناتها نرجع لك سي رجاء ما الفه معناتها مش باش نبعد بيك بعيد باش نهزك الكورنيش سوسه. كورنيش سوسه اللي معناتها برشا ناس يحسدوا عليه سوسه بيدها وسحليه والناس اللي تجي لهنا. اما كي تمشي تعمل طله توا تلقى الخام يتقلع تلقى الحجر يتقلع تلقى ناس تكسر العرس اللي محطوطه سواديزون زينه. اما شنو اللي يخليك في مخك يقول لك تقلع الخام؟ سي زهير اللي خلاه في مخه هو انه انا نذكر وقت كنت صغيره بورقيبه الله يرحمه وينعمه قرانا سامحوني نحكيو على الرمد والجرب كيفاش تعمل بتغسل وجهك وكيفاش تغسل عينيك. احنا تو الشعب هذا في حاجه الى حاجتين فرد وقت انك تعاود تقريه ما لوغزمون خاطر وخرنا التالي لاسباب كثيره مش وقتها وثانيا انك ترضع. ابي وين الشرطه البيئيه؟ ويني انا في بعيني هذا قال المصري اللي حياكلهم الدود نرى في الناس يطيشوا في القدس اكداس نتاع ماكله ونتاع زبله في البحر. شو ما يتعاقبوش؟ شبين هارت اللي قالوا اللي ما يحطش سانتور دو سيكيورتي يدفع غرامه الناس الكل التزمت تو ما عادش تلقى حتى تونسي حوس غير سانتور سيكوريتي. يا خويا اعمل غرامه كبيره ونفذها فعلها. معناتها انت مع العقليه هذيك البيناليتي. لازم العقاب. شوف حاجتين فرد وقت لازم نمشي وراه فمش الناس كلها عندهم الوازع الداخلي. كنت نحكي لك على الراجل اللي تعاركت معاه قلت له انا مخالفه للقانون قال ليش مدخل القانون يا مدام؟ معناها القانون عند بعض الناس كانك تحكي له على حاجه اكسترا تيرستر على اوفني. يلزم تعاقب يلزم الدوله تتحمل مسؤوليتها. فاش قاعده تعمل؟ تعمل شرطه بيئيه باش تشير المكرهبك الحسبه وتخليهم يبنكوا ويدوروا يحوسوا يتصوروا في السيلفي. مو لازم يخدموا على رواحهم. ومن جهه اخرى قري يزين يا خويا من الاعلام اللي برشا منه ولا تافه ولا يجهل في الناس. جو سوي با كونتر الترفيه بالعكس ربي يعلم قداش نحب الجو والشيخات والتفرهيد. اما زاد يلزم الناس تتعلم من فعليا حاجات كيف هكا. اسكو سي نورمال اون 2018 باش واحد يلوح الزبله في الشارع؟ والله ديما عندي نفس الفكره ما نخاف خاف العطيوني تريحه ماذا بيني مش نساله نقول له خويا انت علاش لوحتها؟ اكهو قول له علاش؟ شنو تعدى في مخك كي شديت القناه نتاع الجازوز وطيشتها؟ ايش مخك ايش قال لك؟ يلزم يتعاقب، يلزم يتعلم انه الارض اللي عاش فيها دي عنده عليها
واجبات. واش كاين حقوق؟ عندك واجبات. زاده من جهه اخرى يقول لك هو الا جو مي في لافوكا دو ديابل، كي راه فروخ صغار مظلمه في وجوههم يقول لك انا البلاد هذه اش عطاتني؟ نقول له بو انت لازمك تعطي، يقول لك ده مش معقول انا كهو نعطي، انا ماني لاقي حتى شيء، ولا واحد ضاربه السكر لطف علينا الكل ما يلقاش انسولين، يقول لك معناه يجي وقت الانسان، الانسان مش ملاك، احنا قاعدين في استوديو كليماتيزين نظروا، الانسان مش ملاك راه يلقى ولده مريض قدامه ما يلقالوش الدواء، مش معقول سيد. تقول لي انت يحبوا يبيعوا الجنسيه التونسيه، الجنسيه التونسيه طاحت راه ملي ولاو ثلاثه ارباع اللي يحكموا فينا دوبل ناسيوناليتي، ما عنديش شيء ضد الدوبل ناسيوناليتي، اما خويا تحب تحكم في مركز عالي تكون تونسي 1000% باش كي تاكل بعضها مش تقطع تهرب للبلاد اللي انت منها، وصار هذا في التاريخ ويعرفوه، صار في برشا بلدان في العالم ويعرف هذا سي رجال. دونك الجنسيه التونسيه احنا اللي طيحنا لها قدرها، كيف خلينا الاجانب يحكموا فينا، اجانب توانسه ما عندي شيء ضدهم، اخواتنا ونحبهم، مش في الحكم، مش في الحكم، كي تشد الحكم تختار، مالا في امريكا، مالا امريكا مش يحكم فيها واحد عنده دوبل ناسيوناليتي، في امريكا اللي هي تحب تقعد وحدها الدوله الوطنيه، ما يحكموش فيها، يحكم فيها كان الوطني خاطر بناهم الوطن، احنا لازم نرجعوا لفكره الوطن اللي بناها بورقيبه وربما يتكلم فيها خير مني سي رجاء فرحات، الوطن هو اللي لمنا، الوطن هو اللي يجمعنا، الوطن عندنا عليه حقوق وواجبات، هذا مزوز، واللي يحكم فيه لازم يكون وطني. وطني مش ماجور للخارج، لازم يكون ولد تونس ويحب تونس خاطر هذاك نسافر عيني باش تزغلل، نجي يا خو نتفرهد ونشوف حاجات ممتازه وناس عايشه خير مني بألف مره ونلقى التريبل نتاع شهريتي لبرا، اما البلاد هذه ما نعرفش عاملين فيها، ساحرتني بلادي اهلي الناس اللي نحبهم، كي نخرج في الشارع المسخ المدقدق نتاع سوسه نحس روحي مرتاحه، هذاك اش معناها الوطن؟ السكن سبحان ربك يقول سكن، السكن راه امور نفسيه راه سي تري بسيكولوجيك، دونك البلاد هذه بالله لا تكرهونا فيها على خاطر ثلاث ارباع الشباب يحبيه. وينجم يندثر من بعد رجاء فرحة. نحكي لكم واقع، نهار الجيش الوطني من حسن نواياه وكذا استدعانا كمشى مثقفين وسادة وكذا استدعانا لمداخلات لدورة تكوينية للضباط، ضباط الأسلحة الثلاثة بحرية سلاح الجو سلاح البر، مشينا في منوبة في عوض احنا نتكلموا قام هما يتكلموا، قالوا انتم مثقفين وبارك الله فيكم وجايين هنا ونكبروا فيكم ونحضرنا القهوة والكرواسون وكل ما يلزم، اما خلينا نحكي لك على واقعة وقعت لنا الجمعة اللي تعدات، استدعتنا وزارة التربية باش نمشي ونعطيه درس في التربية المدنية الوطنية في ليسي كبير من الضواحي الجنوبية متاع تونس أمام هول المسؤولية، قال روحنا للدار ولبسنا لي توني دونور الزي الشرفي تاع سلاح البر سلاح الجو وسلاح خرجوا معناها كل كل عروس والعروسة، تما واحدة كوموندون مرأة هايلة، قال وصلنا لليسي قعدنا في الباب وجاو في هامير في كل السياره العسكريه، قالوا وسعينا الى باش ندهنوا العجالي بالابيض زاد باش نكونوا في المستوى، قعدنا نستنى درج درجين ثلاثه، قال هبط هذا ضابط من سلاح الجو، قال هبط، مشيت قلت له سيادتك تخدم هنا؟ قال لي انا معلم هنا استاذ، قلت له مرحبا احنا وفد من الجيش الوطني جايين، قالوا لنا عليكم وينو السيد المدير؟ قالوا قاعد يتكيف في سيجارو غادي، قال نلقاو على الحيط غادي حاط قهوه قاعد يتكيف في سيجارو، قال مشيت له عملت التحيه العسكريه قلت له السيد المدير انت في بالك اللي ثم واحد من الجيش؟ والله انا نتقلق راهو هالوفود هذه النهار الكل هو واحد جاي من الجيش والاخر جاي من الواحد، بون اسمع انا خليت لكم قاعه درس غادي امشيوا لها توا نشوفوا الاولاد اللي يجيو قال مشى يلم في 12 تلميذ. الليسي هذايا فيه 1500 تلميذ. بالسيف ما لم 12. ولا استاذ تحرك ولا واحد جاء. قال وقفت انا قلت لهم به باش تسمعونا توا راني ما باش نعمل محاضره طويله ربع ساعه وبعد تسالوا انتم الاسئله. قال عملت لهم محاضره قلت لهم انا هاو في سلاح الجو شنو الكورسوس نتاعي؟ راني عملت باك ماتيماتيك وراني مشيت بعد مشيت نقرا في امريكا في سلاح الجو في سلاح الطيران خاطر طياراتنا امريكان وكذا وراو كذا والطياره راهي طياره كبيره وغاليه ياسر ومن فلوس الشعب التونسي ورانا قابلين باش نموتوا
باش ندافع على التراب الوطني. يعني هذه المخ اللي عندنا توا. حليت باب الاسر خزر لي قال لي انت شنو هي كرهبتك الساعه؟ والاخر قال له شنو تتكلم فينا انت قداش شهريتك برب؟ قال قلت له شهريتي شهريه عاديه نتاع الوظيفه العمومي العسكري في تونس اللي مش حاجه كبيره ياسر. قال له توا جاي تقنع فينا باش نمشيو احنا معاك في الروح الوطنيه هذه على الاربع سور اللي تاخذ فيهم تلميذ من الثانوي. قال لي خرجني من غادي محبطين، عملونا عمليه احباط، يا ريت وزاره التربيه مش المساله اللي هي خمسه ولا ست سنين باش ما نشوفش نلوجوا على وزير ولا على وزاره التربيه، يا ريتهم جاتهم فكره مخير. هذه الحاله الحاليه الراهنه ما نعممش لا محاله، لكن هذه العلاقه بين الشاب التونسي والدوله التونسيه والجمهوريه التونسيه، هذاك عسكري اللي قدامك كيما الشهداء نتاعنا الحرس اللي ماتوا على ارض المعركه الله يرحمهم الليامات الله يرحمهم، ولا سقراط الشيرني اللي عمرنا ما نساوه، ولا الاخرين اللي ماتوا في 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 جبال الشعام عمرنا ما نساوه، هذوك مازالوا يحملوا الروح الوطنيه، يحملوا الروح الجمهوريه، ماذا بيا نفكرهم ساعه ساعه، وماذا بيا في جميع المدارس. انت تفكرت بربي ما دامني ما تفكر ان شاء الله بالشفاء العاجل الامني المطعون في جربه، واللي كل المؤشرات تقول انه حانقذ البلاد من كارثه كبيره، والامني يعرف شنو كان ينجم يستناه، معناتها انه يتعامل مع الشكل. كان جا واحد اخر وهرب. انك ما تحبش البلاد هذه سهل برشا انك تهرب. زهير كنت تسمح لي باش نقول جوست علاش هو صار هذا ابار الشباب وابار الوضع نتاع توا، نحاول نخمو شويه. راهو ثم خلط عند الناس بين الوطن وبين الحكومه. ايه ان سيغتان مومون كي تتحدث على تونس كاين اللي تتحدث على بورقيبه ولا زين العابدين بن علي ولا باجي قايد سبسي ولا اليوسف اشخاص سي با سا. تونس راهي اكبر منهم الكل. تونس راهي معناها كي نغزر لاي واحد فينا راهو التراث نتاع قداش جدادنا وجداد جداد جدادنا واللي عاشوه الكل نحملوه في جيناتنا. دونك هذه التخلبيزه هذه لازم تتنحى. كي ترى علم تونس انا نرى لا الباجي قايد السبسي لا النهضه لا نداء تونس لا بورقيبه لا بن علي نرى تونس. الشباب لا كي يرى العلم يرى الواقع اليومي نتاعو، ولهنا يلزم خدمه خاطر ما علمناهمش نحبوا الوطن. بس نورمال علمناهمش نحبوا الوطن خاطر خلطنا خاطر كيما في البلدان الشيوعيه اون في ان سيغتان مومون ثم تخلويضه صارت بين تحيه العلم وتحيه السيد اللي وراء العلم. لا راهي جوستومون كان علاش الناس زعما حبوا رئيس كرواتيا؟ كرواتيا علاه زعما علاه؟ اولا على خاطر مزيانه أول. هي مزيانه داكور اما سي با سوفيزون والله سي با سوفيزون كانت تنجم تكون مزيانه وما يا بلو بو وتوانسه تصرفاتها كي يعرفوا الحكايه نتاعها كي يعرفوا كيفاش تحب بلادها كيف يعرفوا قداش تاخذ 1500 دولار الى اخره الى اخره قراراتها وغيره. راهو التونسي في حاجه بعت السيارات الفخمه الكل فوالا بعت الطياره الرئاسيه الكل خاطر تعرف علاش تحب بلادها خاطر مش جاي بوغ سيرفير مش بوغ سو سيرفير. كيفاش نجموا نحبوا البلاد في ظل انه تو تمشي تعمل دوره توا الفه ولا رجاء وشوفوا قداش من علم بلاح فوق مؤسسات وطنيه وخاصه فوق المدارس والروضات. علاش علاش مقطع سيدي؟ انا والله المره اللي فاتت بنيه نسال فيها في الروضه قالت لي قلت لها شنو العلم؟ قالت لي علم نتاعنا اورانجي. سي فري العلم اللي فوق الروضه نتاع اللي تقرا فيها اورانجي برتقاني فما تعرفش لي العلم احمر العلم المقطع المشرمت العلم اللي تلقاه بحذا الزبله مطيش. تعرف هذه كانت تصير في دوله تحب روحها وتحب مديري الشؤون الاداريه ما يهزش راسه يشوف العلم في كل اداره عنده ميزانيه باش يشري العلمات والعلم على 20 دينار حتى اللبسه نتاع العلم ماذا بيا يتمنع يجي قانون يمنع انه العلم يتلبس السلاح. انا عمري ما ريت برا والناس لابس سروال في وسط العلم نتاعو راهو بو غاردي زادك القدر القدوسيه نتاع العلم العلم حاجه مقدسه حاجه عميقه برشا حاجه عميقه برشا ويلي تو باش نقفل اما شكون باش يقف تيمو هو راهو مربوطه كله سي سيركل فيسيو راهو ثم مشكل منين تبدا الحكايه الثقه التونسي راهو ماهوش خايب راهو من داخله يعرف من خير مني رجال تونسي يحب تونس اما ما يعلنش الحب ولا وقت اللي تاكل بعضها شوف تونس كي تكور ايه فوالا التونسي يحمل كلمه في تونس من عند اجنبي هو يقولها أمبوسي. هو يقولها اما ما يحملهاش من عند تونس اجنبي ويقول بها وعلى اما ما يحملهاش من عند في فرنسا كي يسمعوا حاجه على تونس يهبلوا بكلهم يهبلوا راهو ثم حاجه تتجاوزنا اما التونسي لا بيزوان دو كونفيونس يلزم يلقى ناس وطنيين يعطي فيهم الثقه يحسهم زاد هم يحبوا الوطن مش انت تحكي له على حب الوطن وما يراشي راه مش حكايه كلام راهو الحب عمره ما كان كلام
راهي المراه اللي تقف في دارها تبدا تجري من الصباح الليل تكلت على صغارها داخل الدار وخارج الدار ولا البول يبدا يهبط شو قداش من كيلومتر ويعرق باش يوكل صغاره مش بالضروره كل يوم يقول له مع الصباح يا عسلامه ولدي نحبك في الليل راني نحبك اما يراه انا كي نراه يحسوا بالمحبه في الافعال يحسوا التونسي اليوم سامحني يحس اللي الطبقه الحاكمه ما تحبوش واللي اخر هم من همومه هو اخر هم من هموم الطبقه الحاكمه اليوم في تونس هي الشعب نقولها ونتحمل مسؤوليتي وهذا يعرفوا ابسط مواطن تونسي في اقصى بلاد من هالوطن هذه تمام من مشاكلنا زاد ما نسمعوش التونسي من مشاكلنا انه نسمعوا كان رواحنا من مشاكلنا انه ما نهبطوش للتونسي ومن مشاكلنا نحملوه كل شيء من غير ما نسمعوا هذاك علاش نحب ناخذ شويه تليفونات كان تسمحوا لي رجاء فرحات والفا يوسف معنا من الاوفياء البرنامج بوليتيكا الحقيقه مريم من اريانا مريم اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا سي زهير مرحبا يا عسلامة نسلم عليك شكرا لك انك طلبتنا وبعد شويه تناخذوا دفعه اخرى 73 275 800 ولا 36 300000 كان تحبوا تكونوا موجودين معنا في الحلقه الخاصه هذه تنجموا تطلبوا تسويت عند سعاد وتكونوا موجودين معنا اي مريم شنو اللي حبيت يعطيك الصحه نسلم على ضيوفك مرحبا بهم زادا يعيشك الحديث هم انسان شيخ تقعد يسمع فيه بانتباه سيدة ألفا يوسف برغم من فاورتها لكن تشد المستمع سي محمد رجاء فرحات كان اللي يفكرنا في بورقيبة هما الناس يتعدوا على الصوابع نتاع اللي كيبداو يتحدثوا يقفوا بيك ويمشيو يعملوا دورة كبيرة وباش يرجعوا في نفس الموضوع يعطيهم الصحة مش الناس الكل تعرف تتحدث هكا لا الناس هذوما اللي نعتزوا بهم الحق وربي يعينهم. نقول لك سي زهير ان شاء الله كل عام حيين بخير اذا جوهره يعيشك وان شاء الله ديما متالقين. انا عندي في الاذاعات الاذاعات الكل حبيبي ما عندي ثلاثه اذاعات عندي الوطنيه هذيك دارنا هذيك كما نقولوا دار باباك القديمه كاللي نحملها ونطلع عليها واضح عندي كنت قبل نقول اذاعه المنستير ما خاطر قبل كانت المنستير والساقط نقول اذاعه المنستير كاللي تخاطب الفكر فينا توا اذاعه جوهره نقول لهم اذاعه جديه فما انسان تعرفه جدي كيف يبدا يتكلم كيف يبدا في البحث في اراءه ربي يعينكم ان شاء الله وان شاء الله ديما متالقين شكرا لك يا مريم فيما يخص الوطنيه سي زهير قل لي الوطنيه اذا كنا نحبوا نبحثوا عليها بسهوله اول ما نلقاها في الاسره في الدار نلقاها في الدار تو مثلا انا ما نمشيش نبحث برشا انا ما درست في برشا انا دراستي خمس سنوات ابتدائي ما في الزمن القديم بالكل قبل الاستقلال بشويه هي. انا كيف نشوف الاسره البو يربي ولاده ما يتعاركوش ما يلزمش فما الخصام كل اللي يشتد وكل اللي يتغشوا على بعضهم وكل اللي صدقني هذا انا تربيت عليه تربيت على المحبه معناتها نعم تربي على المحبه التربية على المحبة ليه وعلى خلافاتنا نجمو نقولها حد نجمو ما ندخلوش في الخصام هذايا احنا صغار قلت الكل ما يحبش الخصام هذايا كيف المجتمع يعني نقعدوا نحنوا احنا لك الدار هذيك لك الاب لك الوطن لك بعدك شو اللي نحنوا للحومه نحنوا لك البيئه هذيك للدار بيئه يا سي زهير للدار انا كي نسمع فيروز تغني تقول وطني تتغنى حتى بالحجارة يا سي زهير الحجارة متاع لبنان شجرة السرول اللي احنا نقولها هذيك تبدا تتغنى هذاك الوطن يا سي زهير انسان وطن الاعتزاز برموز الوطن يظل من الحاجة الأساسية اللي احنا توا خطأ واقعين فيه الناس الكل الحاجة الأساسية اللي ما نسمحش لحد باش يتدخل بيني وبين خويا باش انا نقطع خويا. لازم نعمل انا عندي واضح تقص التليفون مره جزمه على مريم نكمل مع هاني من صفاقس سي هاني اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا بك. شو حالك يا هاني لاباس؟ الحمد لله اي هاني. السلام بالله اليوم عندنا عيد الجمهوريه فرحانين راهو بال يعني تاسيس اول يعني جمهوريتنا وكذا وكل شيء. ما بعد ساعات التونسي اليوم يحس في احباط كبير بصراحه لسبب كبيره تو سامبلومون نحن لو كان جاب الحكومه قريبه للشعب وقريبه للشباب ما تلقاش يعني تونسي مثلا يفد من البلاد ويحب يخرج بالهجره الغير شرعيه وبالانضمام للشبكات الارهابيه ويا سيدي سويس يعني هذا الكل تابع للسيستم سيستم معين انا والله العظيم عمري تو 23 سنه وطالب يعني نكمل في مرحله الماجستير بصراحه
نحكي على روحي على كل الشباب الكل، اي واحد فينا يتمنى باش نهار يخرج من تونس ويمشي لربا ويدور وكذا تقدر تحرك وتجري وقتاش تخرج برك صحيح وقتاش تخرج برك مي او ميم طو من داخل موجوع. يعني خايف وماهوش حابب وماذا بيا الواحد يكمل في بلاده معناتها الشيء مفروض عليك رغما عنك رغم معناتها كان تخمم بالعقل تقول خلينا نخرج كان تخمم بالقلب والعاطفه تقول هاني قاعد دونك هذاك هو الصراع اللي موجود عند شباب اليوم نشكرك هاني ونعتذر منك في ذاك الوقت يعني هاني ولا يعني كل الشباب تو يحب يخرج وكذا وكل شيء من داخل تلقاه يا ماذا بيا يعيش بحدا ميمته بحدا دارهم بحدا عائلته بحدا ناس بحدا اصحابه بحدا ناديه يعني شوف احنا تو بعد 2011 بعد الثوره نشوفوا في يعني هجره مش الغير شرعيه هجره ادمغه وهي احسن برشا من الهجره الغير شرعيه اي هجرة الكفاءات واضح يا هاني وصلت الفكرة يا حبي توصلها انه المحبة موجودة اما العقل يقول لك مال الرزمو المحبة وحدها مش باش تعمل معك شيء في البلاد هذية مساج اخر طبعا شوي نجاوبوا عليه من عند ألفة ورجامة نزيد ناخذ سي حمودة من بوعرادة سي حمودة اهلا وسهلا مرحبا الو الو اهلا بك سي زهير مرحبا سي حموده اهلا وسهلا وبيك يا سيدي نشكرك نشكر جوهره اف ام ونرحب السيده الفا والسيد رجا فرحات بارك الله فيك وفيك اكثر يا سيدي نطلب منكم ماذا بينا تكثرونا من المثقفين في الاذاعات والبلاتوات اخذونا من السياسيين المساله مساله ثقافيه يا اخي نحن محتاجين المثقفين للي كيما اللي حاضرين معاك في الوقت الحاضر ماذا بين الناس تبث الثقافه بين الناس نحن ناقصين ثقافه يا اخي شبابنا معناها تهمش للدرجه انه ما عادش يحكينا كان على الكوره نحن نحبوا نسمعوا امور ثقافيه تفيدنا في حياتنا في معاشنا في تاريخنا في كيفاش تطور في تاريخنا في بيئتنا نحن همشنا العمل العباد العمل حاجه مقدسه ما عندناش نسمع شكون يحكينا في الامور الثقافيه عن العمل والابداع معناها التاليف وغير وما نشكرك على استضافتك للزوج مثقفين وماذا بينا هل من مزيد من امثله ألفا يوسف لا غالب ما تحصلناش بالتليفون لا على سلمى بكر ولا على وحيده الدريدي ناديه مرحبا الو عسامه ايه ناديه اش تحب تقول في الحلقه هذه والله نحب نهني كافه عمال اذاعه الجوهره بعيدهم بارك الله فيك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير كمستمعين زيدا يعيشك يعطيك الصحه في يعطيك الصحه يعيشك نحب في زعاير نحب على حب الوطن ايه حب الوطن صحيح راه ما يتمناش واحد يكره الوطن نتاعو وما ينجمش يكره بلاد وما ينكرش هذا الشيء هذا اما سي زهير الحكومات اللي متوا موجوده الكل واللي سدت الكل كرهاتك في الوطن نتاعو صراحه من رسوه ها قلتها انت هو الوطن نتاع شكون نتاعهم ولا نتاعنا؟ نتاعنا اي مالا كيفاش واحد يكرهك في حاجه نتاعك؟ اللي تعب هو اللي كيفي وكيفك معناها الشعب الصغير القليل المسكين ايه او جماعه الكراسي بصراحه في زهير هما اللي متعبيننا وكرهونا في الوطن نتاعنا واضح يا نادي نتمنى يهز من البلاد ويخرج من البلاد وساعات تطلع ورقه تتعب ما عندكش شكون تتعب ظروف العيش تخليك مالوروزمون وطريقة حكم البلاد اليوم تخليك تشعر بالإحساس هذا نشكرك يا نادية رغم هذا راه باش نبقاو نحبوا تونس يعيشك يا نادية شكرا لك بارك الله فيك نحب نرجع لهنا هذا مستمع زاد من الفيسبوك عماد يقول تحياتي من مستمع وفي لسيد رجاء فرحات وألفا يوسف لو أحب السياسيين وطنهم لو بنسبة 1% لكان هذا الوطن بخير وحب تونس كيما بورقيبة ربما عيبه الوحيد أنه أحب الوطن أكثر من اللازم ألفا هو راهو كحلك اللي كانت تقول فيه توا الاخت اللي يقولوا فيه الناس الكل يقولوا اه موجوعين راهو حب راه تعبير على الحب على خاطر كان وطن الحب وجيعة بالطبيعه كان وطن ما يهمكش ما تتوجعش عليه شو يهمك انت كنت تسمع بحكايه صايره في اقصى الاقاصي ربي تقول الله يلطف بهم هذاك هو معناها راهو الوجيعه هذه الحرقه نتاع التونسي انا جو سوي تري زوغوز ان التوانسه ولاو يتكلموا بالطريقه هذه المواطن العادي كلنا مواطنين عاديين في نهايه الامر لكن المواطن ما عندوش الكلمه هذا شنو نقصد بالمواطن العادي ديما وشكرا للاذاعات اللي ولات تعطي الكلمه للمواطن هذا راهو يحب بلاده راهي الوجيعه نتاع الشاب بكري قداش اثر فيا كي قال فعلا خاطر الشاب 23 سنه كان تقعد الامور هكا وبقدره ربي مش باش تقعد ما عندوش امل اما يقول لك انا نحب بلادي خاطر الناس قبل
يعرفوا شي يقولوا يعرفها سي رجاء المتنقلة مثبالة ولو كان تبدأ عروقها في الماء راو الواحد ما يرتاح وما يشيخ وما يحس بك النخوة إلا ما هو بين أهله وناسه في بلاده. تبقينا احنا يلزمنا هالحب هذا نستثمروها، الحرقة هذه نستثمروها باش تولي حاجة إيجابية، باش تولي بناء للوطن. خاطر الحرقة هذه إيش معناها؟ معناها أنا مستعد نبني معاك، مستعد نقف معاك، مستعد نضحي معاك إذا كان نلقى رجال ونساء وطنيين عندي فيهم ثقة يحبوا يبنيوا تونس بالحق. أما كي نلقى عباد كيوم دي شاغونيار يتعاركوا على بقايا جيفة كرسي، يا ريتو كان كرسي فيه ولا فيش مش قعد فيه هو بربش. الله يرحمه القذافي، الله يرحمه، تحبوه ولا تكرهوه أنا اللي موت يقول الله يرحمه. كيف قال تونس أغنى بلاد قد ما سرقوها وما زال فيها ما يتسرق. رانا 10 ملايين يا ولادي، راني كنت في المغرب 50 مليون قد ايه، معناها عايشين احسن عيشه. مصر يعملوا في 6% نمو وهم 100 مليون، احنا كان الدنيا دينا نعيشوا كيف في سويسرا ولا احسن. ونعرف اللي هذا الكل اللي قاعدين نعيشوا فيه مش ما يقولوش الفه متشامه، مش متشامه بالعكس وفاه متفائله، اللي قاعدين نعيشوا فيه راهو مخاض وكل مخاض صعيب. راهو اللي صاير هذا اليوم قاعد يبني في تونس، هالمشاكل اللي تصير والناس اللي تتكلم والناس اللي تهج، وصار في برشا بردان هجوا العباد وهربوا ومن بعد رجعوا لها. يلزم نوفروا احنا لهالشباب هذايا الحاضنه من خلال انتخاب او وضع او اختراع او حنا بعل صنع حل جديد، صنع رجال نساء وطنيين مع بعضنا نقودوا للبلاد الافضل. خاطر ما كانش اخطر حاجه مش الفراغ الاقتصادي، مش غياب الادويه، مش الارهاب، اخطر حاجه كيف الناس ما عادش تحب تقعد في بلادها، راهي اخطر حاجه سي غاف كي تخسر كفاءاتها وتخسر شبابها. خاطر الشباب كفاءة الشباب هو النخبة الحية، هو الطاقة المتوهجة متاع كل وطن. الناس تدفع في مليارات على شبابها، اليوم لازم نقفوا لهالشباب ونعلموا اللي احنا نحبوه. راهي شوية ظروف صعيبة وبقدرة ربي ماناش ناسينكم وسامحونا، انا مرغم اللي ما عندي حتى علاقة بالناس هذم الكل، اما نقول سامحونا انه اذا كان بشكل ما ساهمنا باش تونس وصلت للوضع هذا. محمد رجا فرحات ناخذ من عندك تقريبا كلمة الختام في حوصلة، واحنا نعيش 61 سنة من اعلان الجمهورية في اوضاع يبدو انها الاصعب على البلاد. انا نحب نعطي مثال على كلمه الفه او مثالين. اي عام 1908 بلاد جميله جدا اسمها السويد هاجروا شطر سكانها للخارج من المجاعه من الفقر من الجوع للسويدوا. اي اللي هما مثال تعرفوها كالبلاد. البلاد هذيك اللي هي اهم العالم العربي الكل اليوم تنتج احسن طائره نفاثه واحسن مدفع بوفورس واحسن سيارات واحسن كماليات. السويد اللي مكتفيه فيها 10 ملايين ساكن كيفنا، مكتفيه بروحها وبصناعاتها وبكذا. هذوما اللي عام 8 توا قرن التالي خرجوا لامريكا وخرجوا للبرازيل مهاجرين من اجل المجاعه. بلاد اخرى هي بحذانا، هي تخزر لنا اسمها ايطاليا. ايطاليا فقدت ثلث سكانها، مشاو للارجنتين ومشاو للشيلي ومشاو هذا في القرن العشرين من الجوع اللي ثم في سيسيليا من المرض من التخلف من الجهل. تعاودت بنات ايطاليا ولا كانت في نفس المستوى من التخلف هي وتونس في الخمسينيات. الاولاد يمشيوا حفايه للمدرسه يا ناس، شوف حل في ايطاليا، حل ايطاليا هذه اللي بحدانا الدولة الصناعية المرموقة السيارات اللبسة الهائلة الكذا. كنت غادي في فلورنسا كالنهار، علاش يتكلموا؟ يتكلموا على الثقافة. يتكلموا على الثقافة أولا وثانيا وثالثا، يقولوا رسمالنا هي حضارتنا، هي اللي تجيب في السياحة. أكبر دولة سياحية هي إيطاليا وإسبانيا، إسبانيا باش بالآثار العربية الأندلسية. يجيوا باش يتفرجوا على قصر الحمراء، مش يتفرجوا على الشيء اللي بنوه جدودكم اللي مشاو للأندلس. نعود إلى هذا البلد، راهي تونس أمي الله يرحمها، الجمهورية هي أمي، راهي عائلتي، راهو الزيتونة، راهي النخلة في هالبلاد هذه، البردقانة متاع الوطن القبلي، الزيتونة متاع الساحل والنخلة متاع جرين، كلهم هذوك هم اللي يكونوا هالبلاد هذه. ما عادش يلزمنا نراو ناس شباب مساكن عماهم الجهل يبنيوا في حيط على الترينو متاع الفوسفات، يبنيوا في حيط باش يمنعوا تونس باش تصدى الفوسفات متاعها. تعرف شنو هو الفوسفات سيدي زهير؟ ميزانيه التربيه والتعليم. اكزاكتومون هذاك هو الفوسفات، ماهوش ملك اسرائيلي، هو ملك الشعب التونسي. تجي تعمل انت حيط، ما دام
قمنا بهذا ما نجمش نجي ننتقد السياسيين ويريت أكثرهم يستقيلوا من السياسة ويمشي يعملوا حاجة أخرى. نوابا ووزراء وكتاب وغيرهم يمشي ويخليوا البقعة لجيل كفة. جيل كفة هالأيامات سبعة أولاد وبنات دخلوا البوليتكنيك متاع باريس، سبعة راهو أرقام قياسية. راني مشيت ليكول بوليتكنيك دو لوزان في سويسرا باش نحكي لهم على تاريخ تونس، جاوا 350 منهم 50 تونس. إذا ما عندكش 17 على 20 18 على 20 ما تدخلش، باش تشوف النخبة التونسية شنو هي. هذوك قابلين باش يحولوا البلاد هذه بترابها بجفافها بقلة ماها إلى بلد من الذهب، إلى إلدورادو كبير. راهو دروس نلقاوها من الواقع متاعنا. المحبة هي، قال جبران خليجة، لا تعرف المحبة شيئا ولا تريد، ومكتفية بالمحبة. تكتفي الجمهورية هذه بالمحبة، بمحبة أبنائها وبناتها وبناتها خاصة، لأني عندي ثقة كبيرة في أن المرأة، في أن الفتاة التونسية قادرة على المعجزات. بالضبط في هالإطار هذايا السياسيين التوانسة راهو مع زيدي، ما نشلوم عليكم ما نجمتوش، صعبت عليكم يصير بارك الله فيك. ناس قبل يقولوا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوره إلى ما تستطيع. أنا ما نجمش نعمل حاجة، ما نتبشش سيب. وكما قال عنا راهو أجيال قادرة باش تاخذ المشعل، عنا في تونس كفاءات. ألفة معناتها نعرف أنت موجوع، ما باش نحير لك معناتها نحير لك الوجيعة أكثر. معناتها بعد نتائج نتاع الانتخابات البلدية، بعد نسبة مشاركة ضئيلة ولا واحد اعترف بالفشل، في ناس مش فاهمين اللي هما فاشلين. خليهم الشعب التونسي تو نهار يخليهم يعترفوا بالفشل. مش راضيين يعترفوا بالفشل. ياو جاي. الناس مش حابين يفهموا ان الشعب قال لهم شكر الله وسعيكم يا ولادي رانا معاش نحبوكم. ما لورزمون. ما يسمعوش. يحكمون البلاد دون السماع الى شعبها. عايشين بشهرية. شهريتهم السياسة. مداخيلهم السياسة، كرهبتهم السياسة. اخرج. فونت كوميرس. اخرج نحيلهم. نحيلهم الامتيازات والمتعه هذه. نحي هالمتعه هذه. اللي يعمل حاجه ياخذ مقابلها، اللي ما يعملش يقعد بلاش. اخويا انا مسلمين ولا لا؟ يا انا مسلمين ولا مسلمين. عمر بن الخطاب ايش كان يعمل؟ ايه وين قتلوه؟ مش قتلوه يقعد يقيل تحت شجره. اكزاكتومون. يقيل تحت شجره. لا حراس ولا لبسه ولا ما عنده حتى شيء. عمر بن عبد العزيز مو كيف نفس الحكايه. كان يطفي المصباح. قتلوه حتى هو. يظهر في تاريخنا اللي بتكاكا كل يقتلوه ويجيبوا لنا الانتهازيين يحكموا فينا. ناخذوا كان الشيء الفاسد في تاريخنا. العنف والوحشيه والهمجيه. لا خذ لي هالامور هذه اللي هي جميله، اللي هي عاليه، اللي هي راقيه نفسانيا واخلاقيا وكذا، واغزل على منوالها. اغزل على منوالها ولا تنسى الزيتونه. الزيتون قد جاب السنه سيدي ألفة. شفت الموارد الماليه من الزيتون، من زيت الزيتون اللي موجود توا قداش 2000 سنه ولا قل. تلاه الزيتونه كل عام يمشي لها الفلاح ويفلحها ويرعاها وتجيب كل عام ترجع له الخير خيرات. هذيك الجمهوريه. واضح. تحيا الجمهوريه التونسيه. تحيا تونس. وتحيا تونس ويحيا التونسيون والتونسيات خاصه في رعاية هذه الجمهورية. جستمو على خطر تونس بلاش تونسيين وتونسيات زادا كمان. تونس والتونسيين والتونسيات. تحيا تونس. وتونس أكبر من أي واحد يحاول يعمل لها حاجة ضر بها. أنا نمن بالإيمان التقليدي أن البلاد هذه ترابها سخون. ترابها سخون واللي يعرف التاريخ يعرف حتى كي تصير فيها حاجات والله لا توصل درجة قوية وتوا قريب تنفض وتهز وتنفض الناس اللي ما جاوهاش بقلب صادق وبحب وبرغبه في البناء حقيقي. واضح. شكرا لك الفي يوسف. شكرا لجعفر حات. شكرا على الاستضافه هذه. يعطيكم الصحه. تقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. في انتظار ان تقابلوا غدوه. نعطيكم التعليق على 73 24 3000 والى 29 100 100 من هنا الغدوه. شكرا لكم. بقاو مع بقيه البرامج. ما تنساوش الكرهبه للربح 6 غير درج موعد التراج وتكتشفوا